اتفاق اقدر اسمي ناجح لدرجه كبيره وفاشل ايضا لدرجه كبيره. يعني هذا ممكن يكون بنجاح عالي وفشل عالي ايضا. لماذا؟ لانه مولود برج الحمل اساسا كلاهما راح يكون طموح، كلاهما يحمل تقريبا نفس الصفات، كلاهما مثابر، كلاهما يحب الاسره والبيت والعائله ومجتهد ايضا في مجال عمله، لكن كلاهما اناني، كلاهما استحواذي، كلاهما متعجرف. فبالتالي هنا اذا لم يفهم كل منهما الاخر فلا، هذه مشكله كبيره جدا، يعني علاقه متوتره. اما اذا كان هنالك فهم لا راح تكون علاقه ناجحه جدا ومثمره. الحمل مع مولد برج الثور هذه العلاقه فيها نوع من التوترات والتعب، لسبب مهم ان مولد الثور هي انسانه اكثر ما تكون يعني بيتوتيه ولسانها قد يكون جاره. يعني مولد برج الثور عندما ما تقبل على الاساءه، فبالتالي قد تتصرف تصرفات معينه او تتفوه بكلمات ناديه، او بالنسبه للحمل هذه صعبه، الحمل حساس وتاثر بالكلمات، فهي علاقه بها نوع من التوترات. الحمل مع الجوزاء لا، هذه العلاقه هذه رائعه جدا. الحمل مع البرج الهوائي، الجوزاء انسانه اكثر ما تكون تطلعيه، عندها افكار للمستقبل خلاقه وجيده، الحمل يحتاج هذا النوع من النساء، فبالتالي هذه علاقه ناجحه وجيده. مع مولد برج السرطان بالبدايه راح تكون علاقه جيده وجميله، الحمل يعشق مولد برج السرطان لجمالها والاتيكيت الموجود عندها وحساسيتها العاليه، لان الحمل حساس، يحب الابراج الحساسه من النساء، عاطفيتها العاليه، لكن يصطدم بعد الزواج او بعد المراجعه او بعد الاختلاط ومعرفه الشخصيه اكثر. مولد برج السرطان كئيبه اكثر ما تكون، يائسه، ما عندها تفاؤل كثير بالحياه، وبالتالي الحمل ما يحب هيك نوع، الحمل متفائل، فهنا راح يصطدم مع مولد برج السرطان. الحمل مع مولد برج الاسد طبعا بعلاقات الصداقه رائعه جدا، يعني انا اشجع مثل هكذا علاقه صداقه ما بين مولد برج الحمل ومولد الاسد. اما كزواج فهو ايضا جيد، لكن يحتاج الى تخفيف من حده الانانيه من الطرفين، لان الاسد الامراه الاسد ايضا انانيه تكون، لكن بشكل عام هي علاقه اقدر اسميها فوق الجيده. الحمل مع مولد برج العذراء صعبه شويه، العذراء مدققه بامور كثيره. العذراء اقدر اسميها امراه نحسه، ما تتفاعل مع الحمل، او بمعنى صح ما تتفاعل مع مغامرات الحمل. المرأة تحب تحل أمورها بطرق براكتيك عملية ودبلوماسية، وأمور يعني أقدر أسميها أمور تنظيمية أكثر. ممكن اندفاعية الحمل تنزعج من عندها مولد برج العذراء، فبالتالي هذه العلاقة شوية فيها نوع من التوترات، لكن ممكن أن تنجح أيضا. الحمل مع مولد برج الميزان هذه العلاقة الرائعة والجميلة جدا، اقدر اسميها لمدى معين، لانه الميزان هو اساسا منزل الشراكه بالنسبه للحمل، فهو منزل جميل. يعني اذا كانت هي الامراه مولد برج الميزان فبالتالي هي الامراه الواقعه في منزل الشراكه بالنسبه لها، وباعتبارها هوائيه هادئه بيتوتيه ايضا، والحمل ايضا يحب الامراه البيتوتيه، بالتالي انا اشوفها علاقه جيده. لكن في دارة الزودياك احنا عادة عندنا دائما الأبراج المتقابلة، ممكن إذا ما استخدم أو ما استفاد كل برج من صفات البرج الآخر أو كيفية كسبه، ممكن أن يكون عندنا تضارب طاقة، فبالتالي ممكن تكون علاقة إيجابية وممكن أيضا تكون سلبية، لكن بشكل عام أقدر أقوله بنسبة أكثر من 70% علاقة إيجابية. الحمل مع العقرب بالرغم من أنه التأثير ضمن نفس الكوكب اللي هو المريخ، لكن أقدر أقول أن النجاح يكون بالجانب الجنسي، بالفراش أكو نجاح نعم، لكن بالأمور الأخرى صعب. أيضا راح يتفاجئ الحمل بالبداية، راح يقترب إلى مولد برج العقرب وينجذب أو تجذب جذابية العقرب وجمالية العقرب، لكن يصطدم بغموض العقرب. العقرب من النوع الغامضة من جانب، من جانب ثاني من نوع غير مسامحه،
وبالتالي الحمل يحتاج إلى كلمة طيبة ويحتاج إلى وضوح، فراح يصطدم بموت برج العقرب العقرب، وبالتالي هذه العلاقة لن تكون علاقة لن تستمر طويلا، إلا طبعا إذا يعني استخدمت أمور أخرى، أو ممكن برج الصين مثلا يلعب دور سنة الولادة، الطالع هنا يلعب دور بهذه الحالة. الحمل مرأة مولودة برج القوس رائعة جدا على مستوى الزواج العاطفة وعلى مستوى العلاقات والصداقات، علاقة جميلة جدا. تحتاج فقط من الحمل أن يداري طموحات هذه المرأة، لأن هي تكون عادة طموحة ومثابرة وذكية ولبقة، والحمل في بعض الأحيان ما يحب يعني تفوق المرأة، لكن بشكل عام أقدر أقول علاقة جيدة ومشجعة. الحمل مع مولود برج الجدي علاقة يسودها في البداية هي علاقة جيدة، لكن بعد فترة معينة راح يسودها نوع من التوترات. الامرأة الجدي هي امرأة ما أقدر أقول عاطفية، وإنما هي امرأة مكبوتة بالجانب العاطفي، يعني هي تنضج مبكرا وتحاول أن تعبر عن العاطفة بشكل سريع، وبالتالي غالبا ما هي تصطدم بأمور كثيرة بالأخص بأمور الزواجات، وهذا نشوف احنا معظم النساء اللي منفصلات او اللي عندها مشاكل زوجيه قد يكون من هذه المواليد برج الجدي. على حال الجدي بشكل عام ما يعني صعب الحمل، صعب ان يتقبل الجدي بعد المعاشره، لانه اما الجدي عنيد والحمل ايضا عنيد، فبالتالي يكون هناك صدامات بهذا الجانب. الحمل مع مولوده برج الدلو هذه علاقة رائعة جدا وجميلة جدا ومشجعة ومبشرة أيضا. كلاهما للمستقبل في إنجازات جيدة على مستوى الطموحات، على مستوى حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية، ممكن أن يكسبها زوجة وصديقة في نفس الوقت. يحتاجها في الحمل في يحتاج أفكار خلاقة. موت برج الجدي هي إنسانة مبتكرة، علاقة رياضية حركية نشطة، فبالتالي علاقة جيدة ممتازة جدا. الحمل مع مولد برج الحوت يحتاج الحمل، لكن سيصطدم اصطدام كبير جدا لمولد برج الحوت بعد فترة زمنية معينة من الزواج طبعا أو من التقارب. مولد برج الحوت إضافة للنحوسية الموجودة عندها واقعة في منزل خطر بالنسبة للحمل، وهو منزل الأمراض والعلل،